ذكرين ملف المصارف اللي فتحناه ياه دزوا علي واحد دزوا على سيف البديري بدير لو دزوا على فلان واللي ذكرناهم كلهم بالاغنية اليوم على بالأغن... غلام ذكرنا لا اسمعي لا لا بالمناسبة بالاغنية اليوم علي غلام قايم دعوة علي اليوم بلغوني ليش لان يقول كاظم شهربية انا ما يخالف انا ما عندي اي شيء اروح للقضاء بس انا اريد القضاء ينصفني والادعاء العام ينصفني يحقق باموال علي غلام ويحقق بكل الامور اللي ذكرناها والاموال وذي سعاد يانا اروح انا عادي طبيعي حتى ذي ساعه من القضاء يدينه اجيب قرار القاضي وكنا سابق ايضا عريبي هم اشتكى علي غلام اقول له هاي الادانه ما تبع القضاء حتى انا اطلع انا اليوم بلغني ما اعرف احد الاخوان قال اكو يمكن اكو دعوه عليك متحركه من علي غلام قلت له وذا قلت له بالعكس هو احنا نريد علي غلام يجي للقضاء احنا نريده يجي للقضاء ليش اساليني علي غلام منين جاب هاي الاموال يا اخي احنا اثرنا شبهات داخل الاعلام بالملخص انت قلت النزاهه او حضر السيد مؤيد ايضا انه ما لهم حق باعتقال هؤلاء فقال لا ما يخافون الا باقامه الدعوه حطينا فقره ومن يقيم الدعوه حطينا ثلاث فقرات اني وخالد الجشعمي ووزير الدفاع الحالي والله العباسي. صار انقلاب داخل مجلس النواب من رئيس مجلس النواب لنائبه تنشال الفقرات انا توقعت تنشال مارست حق الدستوري سويت الفقرات اضافه فقره وقدمتها لرئيس مجلس النواب واخفيت عمدا حتى لا تطرح للتصويت لمجلس النواب هو من اين لك هذا اصحاب كل القطاعات الخاصه حتى سئله تعال انت رئيس جامعه تولت البارحه مسجون على تايرات اليوم تمتلك مليارات.